السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. تابع قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الثلاثاء 29/10/2024 في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا وفي كل بقاع الأرض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اليوم الثلاثاء 29/10/2024، كالياري خسرت من بولونيا 0-2. أحرز هدفي بولونيا ريكاردو أورسليني في الدقيقة 35 ويانز اودجارد في الدقيقة 51. ليتش فازت على هيلاز فيرونا 1-0. اي سي ميلان خسرت من نابولي 0-2. احرز دفاعي نابولي روميلو لوكاكو في الدقيقة 5 اسيست فرانك انجيسا، هدف سنة عن طريق كفارتسخيليا في الدقيقة 43 اسيست ماتياس اوليفيرا. غدا الاربعاء 30/10/2024 عندنا اكثر من مباراة، يعني اهمهم تقريبا انتر ميلان امام ايموبولي ويوفنتوس امام بارما. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم. متابعين الكرام، متصدر الدوري الايطالي المركز الاول نادي نابولي 25 نقطه، انتر ميلان المركز الثاني 18 نقطه، يوفنتوس المركز الثالث 17 نقطه، فيورنتينا المركز الرابع 16 نقطه، اتلانتا المركز الخامس 16 نقطه، لاتسيو المركز السادس 16 نقطه، اودينيزي المركز السابع 16 نقطه، اي سي ميلان المركز الثامن 14 نقطه، تورونا المركز التاسع 14 نقطة، بولونيا المركز العاشر 12 نقطة، ايموبولي المركز 11 11 نقطة، روما المركز 12 10 نقاط، كومو المركز 13 9 نقاط، هلاس فيرونا المركز 14 9 نقاط، كالياري المركز 15 9 نقاط، مونزا المركز 16 8 نقاط، بارما المركز 17 8 نقاط، ليتشي المركز 18 8 نقاط، جينوا المركز 19 6 نقاط، وفينيسيا المركز 20 والأخير 5 نقاط. ترتيب الهدافين متابعينا الكرام، عندنا في المركز الاول ماتيو روتيجي لاعب اتلانتا سجل 10 اهداف، في المركز الثاني ماركوس تورام لاعب انتر ميلان 7 اهداف، في المركز الثالث ديشان فلافيتش لاعب يوفنتوس 6 اهداف، في المركز الرابع كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان 5 اهداف، وكفاراتسخيليا لاعب نابولي. متابعينا الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.